الربع النهائي والكاس ديالنا ان شاء الله. احنا للتأهل رابحين ان شاء الله بحصة عريضة من الاهداف ان شاء الله باش نضمنوا الرتبة الاولى في حالة تعادل الفريق الاخر. عندنا مقابلة مع فريق الاراضي الماء والكهرباء قطاع الماء، مباراة شيقة. شكرا لكم على التغطية، مازالين ان شاء الله في الشوط الثاني وغيكون خير. والتأهل والربع ان شاء الله والكاس ديال جمعية المحامون الشباب ورمضان كريم.